فاجأ رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح للمرة الثانية الجماهير المحتشدة في ميدان الـ70 في الذكرى الثانية للعدوان السعودي الغاشم على اليمن، فاجأهم بتواجده وسطهم مشاركا إياهم إحياء ذكرى عامين من الصمود في مواجهة العدوان والحصار الجائر. من هم وإليهم، خرج من أوساطهم وامتطى صهوات جواده 33 سنة، واقفا إلى جوارهم ومدافعا عن وطنه وعنهم باعتبار ذلك مسؤولية وواجبا وطنيا. وها هو اليوم يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، همومهم وبسالتهم وبطولاتهم. علي عبد الله صالح زعيم من الشعب وإلى الشعب، أبى إلا أن يكون حاضرا في ميدان الـ70 للمشاركة في الذكرى الثانية لصمود الشعب اليمني الباسل بوجه العدوان السعودي الغاشم. خرج بحماية لا تتجاوز عدد أصابع اليد، فتحول الجمهور اليمني إلى حماية جسدية للزعيم، هاتفين باسم الوطن الغالي وباسمه يفتدونه بأرواحهم، وهنا يتجسد معنى الزعامة ومعنى الوفاء للوطن والشعب والزعيم. حاول تحالف العدوان السعودي إخافة الجميع وقصف جبل النهدين المطل على ميدان الـ70، فلم يأبه أحد لهذا العدوان الغاشم، وواصلوا توافدهم إلى الميدان للتعبير عن صمودهم وجسارتهم وشجاعتهم التي لا تضاهيها شجاعة في العالم. علي عبد الله صالح مواطن يمني، جبل لا تهزه الرياح العاتية، يستمد قوته من الله ومن شعبه اليمني الوفي العظيم، شامخ كجبال اليمن، عيبان وردفان ونقم وعطان وشمسان. رسائل متعددة بعثها الشعب اليمني الأبي، كما بعثها الزعيم الصالح للعالم أجمع، بأن هذا الشعب شعب لا يقهر مهما تكالبت عليه الأمم، وبأن كرامته لا تضاهيها كنوز الدنيا ولا يكسرها سلاح العالم، وأنه ليس أمام المعتدين سوى الجنوح للسلم ومد أيديهم للسلام. هنا معنى الشموخ، هنا الكرامة، هنا رمز المحبة والشهامة. علي للبطولة ظل رمزا وأضحى في جبين الدهر، شامة علي علم التاريخ درسا، وشعب علم الدنيا احترامة، شموخ ليس يسبقه شموخ، زعيم منه تكتسب الزعامة. فيصل الله الشبيبي، اليمن اليوم. ينضم الينا عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي عبد الكريم المدني. استاذ عبد الكريم، اهلا اخي العزيز بالمشاهدين الكرام، حياكم الله. الزعيم صالح فاجأ المحتشدين في ميدان الـ70 للمره